برعاية أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور ووكيلة الحساب الذهني هنادي شقرة، وبالتشارك مع الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم وجمعية الرجاء، أقيم حفل لتكريم أطفال المسابقة العالمية الخامسة للحساب الذهني، وذلك على مسرح نقابة الفنانين في حلب. اليوم نحن موجودين باحتفالية أطفالنا، أطفال مرضى السرطان. هن تقريبا 25 طفل درسوا وتعبوا وطلعوا من الأوائل اليوم المشاركين، شيء تقريبا 25 طفل. عنا 8 منهم طلعوا بالمراتب الأولى والثانية والثالثة، حصدوا عليهم. طبعا هذا الشيء نحن اللي عم نحكي فيه هو طبعا اليوم الحفلة هي برعاية رفيقنا أحمد منصور، وطبعا في متبرعين وداعمين لهذا المشروع ولهي التكريم هاد. نحن إذا بدنا نحكي عن المريض يلي هو مريض السرطان، شو الأثر الإيجابي اللي تأثر فيه في هاي الحفلة هاي أو بهذا التدريب؟ هو التدريب كان تطوعي من قبل ست حلا والست هنادي اللي هن مهتمين بالحساب الذهني وبمادة الرياضيات. وللأمانة من كتر محبتهم وشي اللي عطوه من قلبهم لهدول المرضى، طلعوا من الأوائل اللي هن بالمرتبة الأولى والثانية والثالثة وحصدوهم. فأنا بتمنى من كل شخص موجود يعمل مثل أي حدا حابب يقدم أي خدمة لمريض السرطان، لأني نحن صرنا بمجتمع فعلا بحاجة لهي لمسة الحنان لهذا الدفء لهذا المريض، علما أنه هذا الدعم النفسي اللي نحن اليوم عم نشوفه، الابتسام اليوم اللي عم تشوفوها موجودة على وجوههم، هذا علاج لألهم. يعني ما بس العلاج الطبي أو الكيماوي أو الشعاعي، هذا الشيء اللي نحن اليوم شايفين الاهتمام الناس لألهم لهدول المرضى هو علاج لألهم وشفاء لألهم. طبعا أنا أكيد أشكر كل الناس وكل الراعين، ودي أشكر المتطوعين الجمعية اللي هن المؤسسة اللي عم بدعموا بشكل كتير كبير وبيسابروا وبيكونوا معهم. نحن اليوم هي نتائج لعمل جماعي كان، استهدفنا الأطفال اللي عم ياخذوا جرعات، المنهكين من مرض فتاك اللي هو السرطان، استهدفناهم، لقينا فيهم معجزات بإمكانياتهم العقلية، وهي النتائج شفتوا شلون. طبعا لولا الداعمين، لولا مؤازرة الأهالي، لولا الصمود الجبار اللي صار، ما كنا نحن وصلنا لهيك نتائج. وجهودنا هي مستمرة، وصار في عنا حالات شفاء كمان. بالمناسبة الدعم النفسي بدعم تقدم الأطفال بمدرستهم والعناية فيهم هو أحد أهم السبل العلاجية لمرضى السرطان، وخاصة طفل صغير عمال بتفرجيه الحياة وبتفتح له الحياة قدامه وتزرع له الأمل بنفسه. بلزمنا نحن دائما دعم، بلزمنا دائما مؤازرة، بيلزمنا العمل الجماعي بيناتنا حتى تكون عنا نتائج أفضل في المستقبل. الهدف هي نعرف الناس، نعرف المجتمع الأهلي على أنه في بيناتهم أطفال معاقين ذوي احتياجات خاصة، أطفال أمراض مرضى سرطان، هدول بدهم دعم، هدول شريحة هامة بالمجتمع، يعني من واجب إنساني وواجب أخلاقي أن نرفع من مستوى هذه الأطفال ونزجهم بالحياة. كان أبطال الحفل 160 طفلاً وطفلة من مختلف الأعمار والمستويات، خاضوا مسبقاً مسابقة محلية، ثم تم ترشيح الأبطال منهم والمركز الأول فقط للمشاركة بالمسابقة العالمية. نحن هون اليوم بصدد تكريم 160 طفل وطفلة من مختلف الأعمار، من عمر 5 سنين لعمر 14 سنة، بمختلف أيضا المستويات، خاضوا مسابقة محلية بالشهر العاشر، ورشحنا منهم الأبطال والمركز الأول فقط لمسابقة عالمية بالتنافس مع أكثر من 500 طفل وطفلة من جميع دول العالم. اليوم نحن بهذا الحفل الكبير جايين لحتى نكرم هؤلاء الأبطال ونحتفل فيهم. الحفل عبارة عن
فعاليات بيقوم فيها الأطفال، بيعبر فيها عن مواهبه كمان المكنونة غير الحساب الذهني، وأيضا في فعالية كتير كبيرة واللي هي يعني نفرجي العالم نحن قديش طلابنا ارتفع مستواهم بالحساب الذهني، وصاروا يعني يحسبوا بالجمع والطرح بالضرب والقسمة لأعداد كتير كبيرة. فنحن هون لنسلط الضوء على هؤلاء الأطفال ونحتفل فيهم. أنا كانت المسابقة كتير حلوة بالعالمية وبالمحلية، وقدمت فيها منيح. المحلية جبت البطل والعالمية جبت الأول، وأنا المسابقة كتير يعني شوي تلبكت، بس تحمست أكتر يعني وقت شفت الكؤوس والرفقاتي كلها يتحدوني. المسابقة كانت كتير كويسة وحققت المركز الثاني بالمستوى الرابع، وكتير فرحت، والحساب الذهني طورني انه صرت اركز اكتر وصرت اسرع اكتر، صرت كتير كويس بمادة الرياضيات والجمع والطرح. المنافسة كانت كتير قوية وحبيتها بسبب اني كنت بحلم اوصل لهذا المستوى، ووصلت بسبب انه بالعمل والصبر بتوصل للي بدك اياه. تضمن الحفل تكريم هؤلاء الأطفال وفعاليات أخرى أبرزها كان تقديمهم لمواهبهم المتميزة على المسرح.